ففي بداية الحلقة خلينا نرحب بأختنا أسماء. أهلا بيكي أخت أسماء. أهلا بحضرتك يا أخت نورة، أهلا بيكي. أنا بشكرك جدا على اختيارك لعنوان الحلقة النهاردة. صدقيني هو دايما ده مزمور ودايما ربنا بيكلمني بيه. طيب يا أخت أسماء، عايزين بقى نتعرف عليكي ونتعرف على أسماء اللي قبل ما تعرف المسيح، فكلمينا عنك، اتفضلي. أنا طبعا كنت عادي، كنت مسلمة زي أي حد مسلم، وكان جدي هو إمام مسجد. بعد ما طلع على المعاش هو كان بيروح المسجد ويصلي بالناس، فأنا كبرت مع جدي لأنه شيخ، لأن أنا بابايا ومامتي منفصلين من وأنا عندي سنتين تقريبا. تمام تمام، معايا؟ معاكي، اتفضلي. بعد كده أنا كان عندي 21 سنة، وبعدين اتخطبت وجدي عطاني مبلغ ان انا اجيب حاجتي وكده. انت عارفه الناس الكبيره بيحسوا ان الجنيه ممكن يجيب حاجات كتير قوي، بندخل تفاصيل عطاني مبلغ صغير، فقررت افتح سايبر لان دي الحاجه الوحيده اللي انا بفهم فيها. ففتحت سايبر وجات لي بنت عندها 7 سنين. عارفه يا اخت نورة ايام البحث والمدارس لما كانت بتنشط النت وعايزه الاطفال يقعدوا على النت، وعايزه كانت بتقول لهم اعملوا بحث عن كذا، اعملوا بحث عن صحابي معين، اعملوا بحث عن حد مثلا رمز كبير. تمام معايا؟ معاكي، اتفضلي. فجات لي بنت عندها 7 سنين، وانا كنت فاتحه سايبر، جبت كام كمبيوتر كده، وبعدين قالت لي اعملي لي بحث عن حد اسمه صحابي اسمه عبد الله ابن سرح. طبعا انا كنت بدي في المسجد دروس لاطفال، فانا يعني عارفه تقريبا معظم الصحابه او كل الصحابه، فبقرا كتير وحافظه قران وحافظه احاديث كتير جدا. بس اتغصت ان هي قالت لي اعملي لي بحث عن واحد اسمه عبد الله ابن سرح وانا معرفوش، ازاي صغيره وبيعلموهم وعايزينهم يعرفوا وانا اللي بدي دروس في المسجد ما اعرفش مين عبد الله بن سرح؟ قلت لها ده صحابي من الصحابه. قالت لي ايوه. فبدات ابحث عنه. الراجل ده كان هو يعني اول حاجه شكيت فيها وبدات الشك يدخل في قلبي. عبد الله بن سرح واحد ابن ابي من السرح. الاربعه، ابن ابي السرح، واحد من اربعه كتبوا الوحي. تمام؟ هو كان دايما شاكك في النبي او في الرسول، دايما شاكك ان هو بيقول كلام مش من عند الله، فبدأ يغير في الآيات. كان الرسول بيمليه ان الله سميع عليم، فهو غيرها وكتبها ان الله غفور رحيم. او غفور رحيم. تمام؟ فبدأ يغير الكلام، وبعد ما كتبها رجع عبد الله بن سرح قال له انت قلت لي يا رسول الله اعملك؟ قال له انك لنبي كذاب، انت مش عارف بتمليني ايه، انت بتالف، انا بغير في الكلام وانت مش عارف انت بتقول ايه. بصراحه انا صعقت لما عرفت كده. هو كان في، لو حد عايز برضه يدور ورا الكلام ده بجد، هو قال عن كده انا اعلمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ان كن للكتب ما شئت، فبلغ ذلك عند النبي. النبي عرف ان هو بيقول عليه ان هو كذاب، وان هو اكتر واحد عارف عنه كل حاجه لان هو اللي بيكتب الوحي. ايوه. وبرغم كل ده شك فيه. انا يا اخت نوره زي اي حد في الوقت ده، انا كنت في المسجد بقول بابي انت وامي يا رسول الله، وكنت دايما اسماء بيقول كده عن ابن عباس، قال كان عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره. فيعني ده الحديث الصحيح طبعا. هم يعني بعد الإنكارات الكتيرة الأحاديث تانية، لكن هو ده الحديث اللي بيدل على أن عبد الله بن أبي السرح اللي كان بيكتب من كتبة الوحي، ان هو بيقول اذله الشيطان، يعني ان هو ارتد عن الشيطان ضحك الاسلام. عليه. وعبد الله بن ابي السرح ده كان اخو عثمان بن عفان في الرضاعه. اتفضلي.
هو فعلا ارتد 3 سنين وهام في الصحراء على وجهه. القصة دي ممكن تلاقيها في رحيق المختوم، ممكن تلاقيها في قصص الصحابة، وهتلاقيها عند ابن. بصي في كل ايوه حتة بس هو امر القصة بقتله دي. عشان هو امر، عشان محمد امر بقتله، لان هو هو يعني قال عشان شكك هو في نبوته، فعشان امر بقتله فهو يعني راح لعمر يعني بيتوسط له عند، راح لعثمان سوري بن عفان اللي هو اخوه في الرضاعه، على اساس ان هو يتوسط له، فعلشان كده من خوفه ان هو هيقتل، كده كده هيقتل، فيعني رجع تاني. هو بيقول ان هو ارتد فتره ورجع، لكن هو رجع مجبر، لانه يا اما يرجع يا اما يموت. بصي يا اخت نورة، هو ارتد، ما يعني مش مشكلة، مش في كده المشكلة، ازاي يشك في. وبعدين عايزة اقول لك حاجة، مكتوب في القرآن وجعلناه في لوح محفوظ. يعني ايه؟ يعني الحرف ما ينفعش يتغير، ايوه ايوه اصلا ايوه شك مش ازاي يتغير، يعني انت بتشك في مين اساسا ده. بعد كده كانت هي دي، انا قلت ايه؟ قلت ده النت من عند الناس اللي بره واوروبا، وهم بيصدروا لنا معلومات غلط وعايزين يشككونا في ديننا ودماغي. فقلت بقى انا اكيد النت ده بتاع الكفرة يعني، فانا هروح ادور في المكتبه الاسلاميه. وفعلا رحت دورت في المكتبه الاسلاميه ولقيت الكلام ده موجود. انا مش متذكره الكتاب بالظبط لانه زي ما قلت لحضرتك ده من 7 سنين. بعد كده بدات، كان ده الشك بالنسبه لي، بدات ابحث وبدات اقرا القران بعين شاكك، مش بعين مؤمن وخايف لا ثعبان الاقرع ولو شك حسن الخاتمه وسوء الخاتمه. خلي بالك يعني احنا لما كنا في الاسلام كنا شايفين صوره كبيره وهاله كبيره من الخوف مش من الحق. احنا معاه عشان احنا شايفين، حتى فكره المرتد انه انت عايز ناس تبقى معاك غصب عنها حرب الرده، واي حد مرتد دمه مهدور، من بدل دينه فاقتلوه، ده حديثه ما فيهوش كلام، ده حقيقي. انا بالنسبه لي دمي لاي حد دلوقتي مهدور، يعني لاي حد مسلم. فاحنا كنا خايفين من كل ده. انا عارفه يعني، عارفه الشك بقى لما دخل قلبي، بقيت اقرا القران بعين تانية، يا رب ايه ده، انا عايزه اعرف. اكتشفت بقى حاجات، بصي يعني ممكن انا قعدت ادور لمده سنه، يعني انا قعدت ادور في القران وادرس سنه وادرس كل حاجه لمده سنه. شفت حاجات كتير قوي، هقول لك حاجات بسيطه منها وبسرعه عشان نسيبنا من الضلمه، نشوف النور جه ازاي على حياتنا. امين. أمين أمين، تفضلي معايا اخت نوره. معاكي معاكي، تفضلي يا أستاذ. كنت برضه كنت بصي انا عامله ملزمه كبيره جدا من اكتشافاتي في القران، ملزمه من التناقضات والحاجات اللي مش مظبوطه، وربنا مش ممكن يكون قاسي كده، مش ممكن يكون بالقوه المظلمه دي او القوه اللي عندنا في الارض رواسي ان تميد بكم. تمام تمام معايا اخت نوره. معاكي معاكي، انا بسمعك، دي اتفضل. في الانبياء، في الانبياء 31، دي دورت على تفسيرها كتير جدا، انه حطينا في الارض جبال عشان الارض ما ما تتهزش تميلش بيكم، واخده بالك؟ ما تميلش. طب الارض بتلف، طب الارض بتلف، هتميل ازاي؟ الارض اللي اصلا مش ثابته عشان انت تحط لها جبال تثبتها اكتر. معايا في مثلا ايه، انا مش متذكره كله، بس بيقول لك وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون بدين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ايوه يعني التوبه، توبه 29. ايوه انا دلوقتي اقاتل دلوقتي المسيحي واليهودي او المسيحي، مش مؤمن بدين الحق بالنسبة لي، ومش بيحرم اللي حرمه الرسول، صح؟ في آية تانية بتقابلها بالظبط في سورة البقرة، إن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ما تكرهوش حد على الدين. طب أنا أقتله لما أشوف المسيحي ده، أقتله ولا أحبه؟ أنت واخدة بالك؟ ايوه طبعا أنت واخدة بالك؟ طبعا، يعني هو بيأمرني يعني إن الشخص أنا الامين اللي أقاتل عايز أي حد مش بالظبط، الشخص الامين اللي عايز يطيع انا. اقول لك القران حاجه، يعمل ده ولا ده. في حديث بيقول ان المرء يحشر مع من يحب. يعني انت لو انت مؤمنه ان المسيحيين كفره وبتحبيهم هتحشري معاهم، لو مؤمنه ان اليهود ده، انت لو مع بتحبي جارتك وجارتك دي ربنا حكم عليها ان هي كافره فانت هتحشريها، فانت مش عارفه تحبي ولا تكرهي ولا تعيشي ولا اما هي تشوفي ولا ايات تتلخبطي. ايات القتال يعني، نسخت ايات السلم، لان السلم ايات السلم دي كانت في مرحله في حياه محمد وهو ضعيف، لكن لما ما استقوى فيش خلاص. جيش وما فيش قوة
فهو بالظبط كان بيقول حاجات حلوة عشان الناس تدخل في الإسلام بالظبط، وتبقى حلو. يدخلون بعد لما سجينه بقى افواجا. قوي كل ده اتغير. نبقوا متفقين إن محمد قال القرآن عشان حياته أو عشان نفسه، عشان ملكات اليمين وعشان الغنائم، وعشان هو ضيع وراه بشرية. بس هو في وقتها ما كانش عارف حجم الكارثة لأن إبليس كان مستخدمه. يعني أقول لك حاجة، في غار حراء لما مسكوا الملاك وقال له اقرأ وخنقه، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. الملاك هيجي يخنق ويخوف واحد نبي ويقعد يقول زمروني زمروني دسروني دسروني، ده شيطان. ايه ده؟ يعني بصي، كل الحقائق بتقول في حاجة غلط، بس إبليس عامل أذهان. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني بصي، لو انت شفتي ملاك هتقعدي تترعشي ويخنق فيكي واقرأي؟ وانت هو عارف ان انت اصلا، معلش في الكلمة، جهلة. الرسول كان أمي. انا بتكلم غلط؟ تفضلي. بعد كده انا وقفت كل حياتي على اني عارفة. كنت قعدت حوالي شهرين ثلاثة لا دينية. يعني ايه لا دينية؟ انا عارفة ان الله موجود، عارفة ان ربنا فوق في السماء، بس ما فيش دين معين. فاهماني عايزة اقول ايه؟ اصل ايوه مش معقولة يعني كل يعني حاجة رفضتي الاسلام عموما، وبالنسبه كل لك حاجة من المسيحيه هم قالوا لك ان هم كفار، فانتي فضلتي كفار. كنت بقول معلش لو شفت صليب يا بنتي في الارض بصي عليه، ده في ناس بتعبده، ده حته خشبه وحته حديده. انا مستحيل كنت ابقى مسيحيه، لانه عارفه تصدير الحاجات اللي بيدوها لنا عن المسيحيه من الشيوخ اللي اصلا ما يعرفوش يعني ايه مسيحيه، فبقينا خلاص بقينا شايفينهم نكسين دايما. انا كنت يعني. بقول للاطفال لو واحده مسيحيه خبطت فيكي استحمي، لان هي مش نجيفه وما بعرفش افسر لها. لكن انا كنت قاريه يعني ايه هم فاهمه الجنابه، ويعني ايه يعني هم مش بيغتسلوا، ويعني ايه هم مش بس الطهر مش ميه. ما تجيبي واحد بيعمل ذنوب الدنيا واغسلي فيه لبكره، دي لكن قلبه مش نضيف، ايوه قلبه فيه كره، قلبه مش ما فيهوش محبه. دي مرحلة فانا اللي كنت انت فهمتيها بعد كده. ده كنت زي اي حد بقول لا لو شفتي صليب تفي عليه، ده الناس لسه لحد دلوقتي بتعبد خشبه وحديده. وباخد الحاجات وبوديها من غير فهم، يعني فاهمه، ايوه باخد اللي بيتقال على اساس بتطبقي ان انا يعني. بدافع عن دين الله، ايوه وعلى السمع اساس ان والطاعة انا يعني. على اساس ان الاسلام ده حسنات والحسنات يذهبنا السيئات، واخده بالك، ايوه وبربي كمان نشء يطلع كده. للإسلام يعني. طيب المرحلة أوه. اللي بعد كده يا أخت، أخت جالك أسماء مرض في الأعصاب في الفترة اللي أنت كنت فيها لا التهاب دينية، الأعصاب الطرفية. التهاب في الأعصاب كنت بعدي دايما لما بروح أماكن أو بروح شغلي أو كده، بعدي على مقابر مسيحية فوقها الصليب. الطرفية. فكنت كل ما أشوف الصليب أفرح. يا ربي طب أنا بفرح ليه؟ يعني أنا ده صليب، ده حديدة، ايه اللي بيفرحني بكده للدرجات دي؟ انا بقيت قدام ربنا حد وحش جدا لدرجه ان هو يخليه يفرح بحته حديده. المهم جايه في الفتره دي صحيا انا اتأزمت جدا من الخوف والقلق، وان انا حاسه ان انا لوحدي. انا فاكره ان اللي بيحصل لي ده بيحصل في العالم لوحدي، انا لوحدي، انا بعيد عن الدنيا، واخده ايوه بالك؟ انا معرفش حد، انا معرفش عابرين، معرفش، كل حياتي متمحوره حوالين بيتي. فانا حاسه ان انا الوحيده اللي في العالم اللي بسيب الاسلام وزرع شيطاني، واخده بالك؟ الو معايا اخت سامعك نورا؟ سامعك سامعك. بعد كده بدات افرح بالصليب طب وبعدين؟ بعد كده بدات ما بعرفش انام. اشتريت صليب بخماري، يعني دخلت مكتبه قلت له ذهنك كان مشغول مع الصليب. قلت له انا عايزه صليب، انا بالخمار، لكن انا الصليب بيريحني، اديني صليب مكتبه مسيحيه انا فاكراه، اديني صليب، انا عايزه انام، انا مش عايزه اي حته حديده بقى حته خشبه، انا عايزه انام وارتاح، انا اعصابي تعبت. قعدت ابحث وادور، طبعا انا زي ما قلت لك ما بصدقش النت، اي فانا مش هدور على انجيل في النت، يعني مش طبعا انا بافكاري بنفس افكاري، فالنت ممكن يكون كاتب اي حاجه وخلاص، انا عايزه انجيل كتاب مقدس. عايزة يبقى في ايديكي في يعني، شارعنا تمسكيه في ايديكي في ككتاب. شارعنا في شارعنا في حد كانت مسيحية. بدأت أخبط على البيت ويجي لي الجراءة وأقول لهم أنا ممكن عايزة إنجيل، بس في حاجة في الصليب وأنا تعبانة، يعني محتاجة حاجة هو اللي هيجاوبني على كل الأسئلة.
هي بدأت تقول لي لا انت اصلا يعني انا كنت بتاعت مشاكل يعني ما بكره المسيحيين جدا، فانت اصلا بتكرهينا وانت هتجيبي لنا المشاكل، فما رضيتش تديني الكتاب المقدس. حاولت مرة واثنين وثلاثة، المكتبة برضو اعتقد انه مش عارفة وقتها كان في ايه، بس في وقتها اعتقد ان هو كان صعب قوي ان انت تروحي تشتري كتاب مقدس، مع انه لما بتاخدي صليب بيقولك ممكن تدي هدية لحد، لكن كتاب مقدس كان صعب جدا. بدأت أدخل على النت وعملت إيميل اسمه المرتدة، لأن أنا في الوقت ده كنت خلاص عرفت إن أنا مرتدة، وبدأت أدور، بدأت أكلم ناس، أنا عايزة إنجيل عايزة إنجيل عايزة إنجيل. ولد من السويس عنده 14 15 سنة قال لي استنيني بكرة وخدي رقمي في المكان الفلاني وانا هسافر لك، انا بيني بلده وبين بلدي، انا بين محافظته ومحافظتي يعني تقريبا 4 ساعات 5 ساعات، فهجيب لك، صدقيني صدقيني اخت نورة، انا هجيب لك كتاب مقدس، عنده 14 سنة مسيحي، انا هجيب لك كتاب مقدس. قلت له ايوه انا كنت، قال لي هجيبه لك، هاجي تاني يوم قابلته، هو كان معاه ابن عمه يعني عنده كبير اكبر منه فكان جايبه معاه. اول ما خدت الكتاب المقدس اخت نورة انا حسيت ان انا مسكت كنز، عارفة هو في بيوتنا دلوقتي ومع ناس كتير، بس محدش عارف القيمة اللي في الكتاب ده، محدش عارف الحياة اللي بيديها الكتاب ده، محدش عارف ان الكتاب ده بجد هو حل كل حاجة في الحياة. اول ما مسكت اخت نورة كنت حاسة ان انا ايوه هو ده اللي هيجاوبني على كل الاسئلة اللي في خيالي وعدم نومي وبهدلتي، هيقول لي الصليب ده حديدة ولا مش حديدة، ولا هو بيريحني ليه، ولا عارفة كأنك مسكتي حاجة انا كنت خايفة الناس في الشارع تاخده مني. اول ما مسكته بأمانة انا كنت حاطاه يعني كنت حاضناه جدا وخايفة اي حد يعدي يسرقه ويجري بيه، يعني في حاجة كنت خايفة عليه جدا، وشكرت الولد ده حتى ما خافش كنت منك، عايزة هو صغير يعني 14 سنة، ما ربنا خافش، يباركه بجد. صدقيني ما خايف صدقيني ما خايف. خلينا نكمل عن المسيح. اتفضلي. بصي يا اخت نورة، العابر دايما بيبقى متضايق من الاسلام قوي، لان هو واخد اهله وواخد ناس ومعمي عامي ناس كتير قوي حواليه واصحابه، انا صحيح. اصحابي مسلمين واهلي مسلمين، بصي الدنيا بتبقى صعبة على العابر لأنه عارف النور وشايف النور وشايف الكل هيهلك، واخدة بالك؟ فعشان كده الواحد يعني أنا آسفة لو كنت بحتد شوية، أنا لا آسفة. لا، مفيش حاجة، بس بعد كده بدأت أخدت كتاب البيت حلو. وقعدت أقراه تقريبا مدة 4 أو 5 أيام، بصي ما فهمتش حاجة. يعني فعليا انا قريت عهد قديم اللي هو التوراه وقريت الانجيل، بس ادور بيصلوا ازاي بحركاتهم ايه مش عارفه اصلي، انا هعمل يعني الشعائر الدينيه ازاي، ما مش مكتوب غير عن المحبه والسلام والحب والفداء، طب وبعدين همارس مسيحيتي ازاي؟ يعني انت لحد ما داخله من الكتاب المقدس، داخله تدوري على دين، يعني الدين ده بيعمل ايه، او الديانه دي فيها ايه؟ انا داخله ادور على اسئله معينه، الصليب ده بيلمسني ليه، ايوه. وانا المفروض اعمل ايه عشان ابقى مرتاحه والمرض ده يروح مني، انا عايزه ابقى مرتاحه. بعد كده بدات، صحيت في يوم رشمت الصليب قدام المرايه، حتى غلط صدقيني، انا كنت بقرا ومش فاهمه اللي انا بقراه وبنسى اللي انا بقراه، فقلت باسم الاب والام، حاجات كتير قوي غلط، بس طب يعني ايه اللي دخل جواكي اليقين ان ده الحق؟ يعني انت لسه ما قريتيش، لسه ما بحثتيش، يعني ايه اللي دخل عارفة جواكي اليقين ان ده الحق، او عايزه تعمليه، او عايزه تعيشي فيه، او عايزه تدوري تعيشي فيه ازاي؟ عارفة المسيح لما قال إن الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصون فهو قوة الله، الصليب فيه قوة. عارفة لما رشمت الصليب أنا حسيت إن أنا بجد على يقين، أنا محدش كلمني ولا حد فهمني، بس أنا كنت فرحانة. بعد كده خليني أجيب لك المرحلة التانية. تفضل. بعد كده لما انا برضو عايزه حد يعلمني وعايزه افهم وعايزه امارس اي حاجه تريحني، بصي انا مش هقولك اتقفل في وشي ببان كتير، لكن هقولك انه مش زي ما الناس فاهمه انه مثلا المسلم لما بيبقى مسيحي
الكنائس بتفتح ابوابها بسهوله او بيفرحوا بيه، وفاهمه يعني. خلينا نقول ان المسيحي لما بيبقى مسلم بيلاقي كل حاجه، المسلم لما بيعرف المسيح بيبقى الوضع ده صعب بيبقى صعب جدا جدا جدا، وبيبقى خطر على كل اللي حواليه. طبعا طبعا. ما تزعليش مني، مسلمين ومسيحيين. يعني انا يعني اتقفل في وشي بان كتير قوي. لكن كنت في يوم برضو على النت، عارفه ايام كان في الياهو اللي هو الاصفر ده اللي بيقعد يتنطط، فكنت عندي ايميلات كتير وبدور على اسامي ناس مسيحيين كتير، وحد كان اسمه بيتر قال لي سيبك بقى من الكلام عن الرسول وعن ان انت مش فاهمه، وتعالي نعرفه على المسيح. واعطاني رقم حد خادم، واحده خادمه، ودخلت كنيسه، وهي بتفتح باب الكنيسة قالت باسم يسوع. بصي بقى، أنا داخلة الكنيسة بدور على الحاجات اللي هم قالوها لنا عليهم في المسجد، اللي هو إيه، حمام السباحة، وإن القسيس بينزل يوم رأس السنة والدنيا بتبقى مش حلوة، وإن تحت المنبر بتلاقي أسود، وبتلاقي شايلين لنا مش عارفة الحاجات اللي بنسمعوها في المسجد، حمام شايلين لنا السباحة في الكنيسة، رشاشات. حمام بدور السباحة في الكنيسة الجديدة دي. دخلت، ايوه دخلت، اتفضلي. بقول لحضرتك كنيسه، وكنت خايفه من الحاجات اللي بسمعها. صدقيني بيقولوا في راس السنه، احنا كنا بنردد الكلام ده، القسيس بيعمل حاجات مش مظبوطه، ومع ايوه ان ايوه الكنيسه دي ايوه اقدس واطهر. ايوه ما بيعمل كده، وبيقول الحمام سباحه، فالكنيسه يروحوا اطهر واقدس بنفسهم يشوفوا. مكان. ده بالله، ده ايوه احنا بنروح نصلي لكل الناس في الكنيسة، احنا دلوقتي بنروح نصلي للعالم ونصوم ونتقدس، وحياتنا مش ده ده المسيح بيقول من نظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها، مش زنى، ده هو في بيبص قلبه. بس عليها. فما كانش فيه الكلام ده، وهي عشان الخادمة دي كانت عارفة عابرين كتير، فهي فاهمة دماغي، هي عارفة انا بفكر في ايه. قالت لي خدي لفة في الكنيسة وتطمني خالص وتعالي نصلي. وكانت أول مرة أصلي فيها في حياتي للمسيح جوه الكنيسة، وبدأت تغمض عينيها وتمسك إيدي وبدأت تصلي. أنا برضو خايفة منها، عارفة يعني خايفة هتعمل إيه، هي هتقول إيه، أنا مش عارفة برضو. مسكت إيدي وبدأت تصلي باسم يسوع المسيح، وساعتها بجد حسيت إنه، عارفة لما تكون السماء بتتفتح، وبدأت أصلي معاها. اليوم ده انا روحت وقفت في الموقف، انا اصلا ما كنتش بعرف اعيط قدام حد، وقفت في الموقف يا اخت نورة، في موقف عربيات وحواليا الناس كلها، وقعدت ربنا فكرني بشريط حياتي وكل الذنوب اللي انا كنت بعملها من وانا صغيرة لحد اللحظة اللي انا واقفة فيها قدام ربنا، وبدأ يفكرني وعيط وتوب وعيط وتوب، عايز يعمل حد جديد. وبصيت بجد في السماء، شفتي انا ما شفتش معجزات، يعني انا ما شفتش، شفت معجزات في حياتي بس ما شفتش مثلا المسيح العذراء، لكن شفت في السماء، شفتي النجوم كأنها مصابيح او كأنها كلبات. حسيت ان ربنا غفر، حسيت ان ربنا فعلا. حسيتي ان في نور يعني في حياتك. روحت درست بقى، وبدأنا ندرس في الكنيسة ايه هو الكتاب المقدس. وعايزة اقولك انه العابر بيدخل الكنيسة مش بيقول ان هو عابر، بيقول ان هو كان مسيحي عادي، يعني بيدخل مع الهيصة وكده، بتعدي، واخدة بالك؟ مش بيقول فبدأت يعني، ادرس، بيدخل يحضر اجتماع وبيمشي يعني. عشان محدش يقلق منه، محدش صح. كده. فبدأت ادرس الكتاب المقدس، وعرفت قد ايه ربنا عنده محبة للإنسان، ده قد حقيقي. إيه هو بجد يعني. بصي بصي أخت نورة، أنت لو لقيتي حد جه قال لك ده فلان بيدور عليكي بقاله سنين، غصب عنك هتروحي تقولي إيه، طب أما أشوفه عايز مني إيه، صح؟ ربنا لما بيلاقي حد بيدور عليه بجد بيظهر له، بيعمل معجزات. أنا مش قادرة أقول لك، انا لما حصل كده وعرفت المسيح وعرفت قد ايه هو فداني وقد ايه هو يعني بجد بيحبني، انا حياتي كلها اتغيرت. عارفه الذنوب اللي كنت بقولك عملت كل ما يعمل مش قادره اتغير، انا ربنا غيرني عشان مش خايفه منه. الخوف عمره ما بيجيب نتيجه حلوه.